اهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنكمل مع حضراتكم متابعة القضايا التي اثرناها في حلقات البرنامج. وكنا السنة اللي فاتت بالتحديد في 9 سبتمبر 2011 ذعنا حلقة عن المخدرات وتداول المخدرات في السوق وتأثيرها على شبابنا، ورصدنا يوميها بالصوت والصورة عمليات شراء وبيع كميات من المخدرات قام بها الزملاء في اعداد البرنامج، وخاضوا مغامرة مهمة في شراء المخدرات وفي التعرف على نقاط توزيع المخدرات اللي بقت منتشرة بشكل ملحوظ جدا. سنة كاملة مرت على هذا التحقيق، بنحاول نعرف دلوقتي الدور اللي ممكن يؤدى في المجتمع لمكافحة المخدرات، خصوصا ان احنا معانا خبير مهم جدا في هذا المجال، سيادة اللواء مصطفى عامر مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن الاجتماعي سابقا والمدير الاسبق للادارة العامة للمخدرات. وعايز اقول للسادة المشاهدين معلومة وارجو ان انا ما اكونش بتجاوز فيها اذا قلت انه في فترة رئاسة سيادة اللواء مصطفى عامر للادارة حصلت ازمة في المخدرات، ولاول مرة تطلع نقطة يقولوا ان الحشيش شح في السوق. فده معناه سيادة اللواء ان ممكن لو قررنا وكان عندنا الارادة ان احنا نكافح مكافحة إيجابية ومكثفة لانتصار المخدرات في المجتمع، حضرتك متفق ولا مختلف؟ متفق ومختلف. قول لي ازاي؟ يعني متفق ان احنا نصل الى نتائج إيجابية في مكافحة المخدرات، فده موجود. والى الان موجود ومستمر. ان احنا نوصل للكمال الكامل انا ما اعتقدش. مفيش مجتمع في العالم مفيهوش مخدرات. مفيش خالص. مجتمع في العالم ولا دولة عظمى حتى مهما كانت إمكانياتها تقدر تمنع نهائي تقدر تمنع المخدرات نهائيا. يعني إنما إحنا بنقول إحنا بنوصل لصورة كويسة، صورة ممتازة يعني. أو صورة دايما بنقول إن مصر لها مكانة ومكانة عالية جدا في كل شيء. في مجال مكافحة المخدرات مصر لها دور فعال جدا في مكافحة المخدرات بيشيد به العالم كله. الحمد لله وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الخارجية حتى حاجة مشرفة جدا. يعني في تجربة عندنا، في تجربة ولا زالت موجودة. يعني لم تنتهي، بتختلف من وقت الآخر ما بين التزايد والنقصان. إنما الجهود موجودة ومستمرة ولا تنقطع إطلاقا. يعني كنت سنيت حملة كبيرة قوي على المخدرات أعتقد سنة 2010. لا، هي الحملات موجودة مش 2010 بس، الحملات موجودة مستمرة حتى وانا قاعد معك. شوف بقى دي، واحنا اكيد طبعا بيتم يعني ضبطيات كتيرة جدا في استراتيجية للادارة العامة لمكافحة المخدرات، حاجة نفخر بها كلنا كاجيال اشتغلنا في هذه الادارة وانتمائنا ليها يعني. فالعملية متواصلة ولا تنتهي. طب سببت اياميها في 2010 ازمة في المخدرات ليه؟ مش حرام؟ لا، مش احنا ما سببناش الازمة، ده نتيجة عمل متواصل الإدارة بتعاون مع كل الأجهزة القائمة على مكافحة المخدرات. احنا مش احنا الوحيدين. كانت مصر كلها عرفت أيام ان في أزمة في الحشيش وفي المخدرات وان الإدارة اشتغلت شغل غير طبيعي. حقيقي كان في انحصار فعلا في كل المواد المخدرة بالذات. انما ظهر في الحشيش قوي. ليه؟ لان الحشيش دايما عليه هو نسبة اقبال كبيرة جدا يعني. يعني من المخدرات القديمة العريقة اللي فيها تعود للتعاطي بالنسبة للمجتمع المصري يعني. فدي كانت ظاهرة واضحة جدا. انما كان في انحصار في المخدرات التانية ما حدش حس بيه. انما في حشيش عشان هو منتشر قوي. منتشر طبعا. منتشر بطريقة لدرجة ان المواطن العادي حسها حتى اللي ما بيتعاطاش، وربنا يحمي الجميع من المخدرات. وان شاء الله برضو هنوصل لهذه الصورة باذن الله. بس في فترة الانفلات الامني، في فترة التراجع الامني زادت. التراجع الامني والانفلات في اسباب للزيادة طبعا. لان عملية الانفلات الامني وما حدث للداخلية في هذا الوقت قبله، من الجانب الاخر ثورة ليبيا. وليبيا كان عامل مؤثر معنا جدا في عمليات المكافحة. لان انا عندي مثلا مخدر الحشيش اللي انحصر وبان قدام الناس كلها، خطوط تهريبه كلها من الغرب. واماكن تخزينه بالنسبة قبل ما يصل الي هنا في مصر في ليبيا الحدود الليبية. فكان في تعاون وثيق بيننا وبين اجهزه المكافحه الليبيه، وكنا بنقدر
نتعاون في جمع المعلومات وضبط قضايا كان لها تأثير فعال فعلا في انحصار الظهر انحصار مخدر الحشيش. حصلت الاحداث في ليبيا وافتتحت الحدود هنا لحد ما فدي برضو عملت نوع من السهولة او تمرير المخدرات عبر الحدود في المراحل دي في مرحلة الانفلات الامني ومرحلة الثورات اللي كان موجودة سواء في مصر او في ليبيا وتونس. لانه طبعا المخدر الحشيش معروف انه بيجينا من فوق كمان من المغرب عابرا بقى الجزائر وبعض الدول الافريقيه الى ان يصل الى ليبيا ثم يخش من الحدود الغربيه. فدي العوامل اللي خلت عمليه الجلب تزيد في الفترات في الفترات دي. المقابل لعمليات الجلب الكبيره دي ايه؟ جهود مضنيه لمكافحه المخدرات على كافه مستويات الاجهزه المختصه وخاصه طبعا الاداره العامه لمكافحه المخدرات. احصائيات الضبط حتى زادت في المراحل في الفترات دي احصائيات عاليه جدا في ضبط مخدر الحشيش وبرضه المواد التانية. ده نتيجة لتدفق كميات الكميات الكبيرة علينا في وضع أن بيستغلوا المهربين سواء عندنا في مصر أو في ليبيا. في ليبيا. طيب خلينا نروح نشوف التحقيق اللي أذعناه في حلقة بتاريخ 9 سبتمبر 2011 ونرجع نكمل نقاشنا مع سيادة اللواء، خصوصا هيكون في جانب مهم جدا هو الجانب الاجتماعي وإزاي نحمي شبابنا من المخدرات. تجارة جعلت مصر تحتل الصدارة إفريقيا كثاني أهم دولة تكتفي ذاتيا بإنتاج هذه السلعة، وبلغ حجم الإنفاق عليها قرابة 18.2 مليار جنيه سنويا. 18 مليار جنيه ممكن يستغلوا في إقامة مشروعات جديدة، ممكن نحسن بيه الطرق، التعليم، الصحة. يعني مبلغ كبير زي ده ممكن يستثمر أصلا ويتوجه في كذا اتجاه مش حاجة واحدة بس. لازم نهتم بالتعليم بصورة أكبر من كده، ممكن نستغلها في حاجات كتير. يعني مثلا عندك الشباب في بطالة، في ناس غلابة قاعدين على الرصيفة مش لاقين يأكلوا، غلابة محتاجين الجنيه. ممكن نعمل بهم إيه؟ هنعمل بهم حاجات كتير قوي، يعني في مشاريع استثماريه كتير قوي ممكن نعملها للشباب. يعني اهم حاجه احنا اول حاجه نطور التعليم. هو حضرتك المبلغ ده يعني احنا محتاجين اضعافه كمان. احنا عندنا شوارع مش نظيفه، عندنا الطرق مش منتظمه، عندنا مراكز البحثيه ما فيهاش ميزانيه خالص. بلدنا ثروتنا في شبابها. لم تكن هذه التجاره الرائجه سوى تجاره المخدرات. وفي دورتها الخمسين التي عقدت في فيينا، وضعت لجنة المخدرات العالمية مصر في المرتبة الثانية إفريقيا كأهم مصادر صناعة وتجارة المخدرات في القارة السمراء، وهو ما يعني وصول مصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. وطبقا لآخر دراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا الصدد عام 2008، فقد وصل حجم هذه التجارة إلى 18.2 مليار جنيه سنويا، والتي تمثل نحو 79.5% من دخل قناة السويس و 32.8% من عائدات الصادرات المصرية و 41.3% من عائد السياحة و 109% من عائد الاستثمار و 46.9% من تحويلات المصريين في الخارج و 32.7% من عائدات البترول. وبحسب الدراسة التي أعدها المركز القومي للبحوث الجنائية خلال العام الجاري، فإن الحشيش والبنج هما الأكثر انتشارا في مصر، وتمثل 9 محافظات في مصر أكبر سوق للتجارة وتعاطي الحشيش والبنج، وهم القاهرة، الأسكندرية، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، المنيا، الجيزة، أسيوط وسيناء. محافظة شمال وجنوب سيناء تستأثران 90% من حجم تجارة المخدرات في مصر. ايوه الحكومه ليها يد، ما
كنتش احب حد ما بيضربش مخدرات. هو مشكلة المخدرات في مصر عبارة عن وباء في منتهى الخطورة. نوع المخدرات اللي بشربها الحشيش، بشربها بقالي 5 سنين. كل صحابي بيضربوا مخدرات، كل اللي انا اعرفه كبير صغير قريبي، كل صحابي تقريبا بيشربوا، كلهم مفيش حد ما بيشربش. ما كنتش احب حد ما بيضربش مخدرات، عشان احبه لازم يكون بيضرب مخدرات زيي. يومي ان انا اصحى انزل ادور على مخدرات، اجيب مخدرات، اضرب، اقعد مع اصحابي شويه، اطلع انام، اصحى اكرر نفس الموضوع. بيقدر الخساره اللي احنا بنخسرها فيما يتعلق في تجاره المخدرات بحوالي 23 مليار دولار سنويا. يقدر اعداد المتعاطين والمدمنين للمخدرات ما بين 3 مليون و 9 مليون. احصاءات الامم المتحده بتقول لنا ان عندنا على الاقل 12% من طلاب المدارس والجامعات بيتعاطوا، بقول بيتعاطوا ويدمنوا، لان الاثنين مختلفين شويه، لكن بيتعاملوا مع المخدرات اكثرهم تعاملا مع البانجو. من ال 12% دول 9% بيتعاطوا البانجو، حوالي 3% بيتعاطوا الحشيش. لحسن الحظ ان النسبه ضئيله، اقل من 0.5% بيتعاطوا او بيدمنوا مواد اخرى زي الافيون او الكوكايين. حاجه موجوده في اي حته، يعني المنطقه عندي مليانه. مفيش منطقة في مصر مفيهاش بودرة يا عم، مفيش منطقة مفيهاش دلوقتي 30-40 ضريب. بنزل تحت البيت أو في الشارع، بتصل بالديلر ونتفق على مكان نقف فيه اللي أنا دايما بستناه عنده، بيديني الحاجة بشوفها تمام، بديله فلوس وبمشي. الأول ما كانش فيه، كان فيه أزمة كده 3-4 شهور كده ما كانش فيه حشيش خالص. دلوقتي الحشيش في علبة أي حد يعني عادي زي السجاير كده. بقت موجودة بشكل بشع، تحس إن الناس من الحكومة منزلاها عشان الناس تنبسط. الحكومة ليها يد، لان الحكومه قطعتها، رجعتها تاني ليه؟ زي ما انا عارف سكه الحشيش وعارف سكه البرشام، اكيد الناس اللي انا بجيب منها البرشام والحشيش اكيد هعرف منهم مكان الهيروين. كان لابد وان نتحقق بانفسنا من حجم رواج هذه التجاره، فكانت البدايه من الساحل الشمالي. على الطريق الساحلي استوقفنا هذا الرجل ليعرض بضاعته من الحشيش والهيروين، وتمت العملية بسهولة بالغة. محطتنا التالية كانت قرية كوم السمن بمحافظة القليوبية، والتي تعد واحدة من أهم وأخطر بؤر ترويج المخدرات في القاهرة الكبرى. الوصول إلى أماكن بيع المخدرات في هذه القرية ليس بالأمر العسير، فيكفي أن تسأل طفلا صغيرا أو أحد المارة حتى يقودك إلى حيث تجد مرادك من الحشيش أو الهيروين. عايزين ابيض. انت كنت جرب الحاجه عجبتك؟ عجبتك انت عرفت المكان، ما عجبتكش يا برضه عرفت المكان. حب المغامرة ده كان بيبقى مسيطر على الواحد أو بيدفعه أكتر إن هو عايز يحس بإن هو بيعمل حاجة ديفرنت عن الناس، حاجة مختلفة عن الناس عن صحابه. فإن أنت إزاي تروح مكان بعيد قوي وتبقى تتعامل مع أشخاص ممكن تكون خاف منهم جدا لو أنت بقابلهم في الحالة العادية، بس عشان أنت رايح تاخد منهم حاجة جاي تتعامل معاهم. تدخل المخدرات القادمة إلى مصر من عدة منافذ، فتأتي من جنوب شرق آسيا وبالتحديد من الهند والصين عبر بحر العرب، ثم برا حتى تصل سيناء أو أحد البحرين الأحمر أو المتوسط، وهو نفس المسار الذي تسلكه المخدرات المجلوبة من أفغانستان وباكستان ولبنان. ومن أهم المنافذ أيضا إسرائيل، التي تعتبر واحدة من أهم محطات تهريب الكوكايين والهيروين إلى مصر من الجهة الشرقية، كما تعتبر الحدود السودانية والليبية من المنافذ الرئيسية لإدخال المخدرات إلى مصر، التي يبقى بعضها للاستهلاك المحلي وبعضها يخرج رأسا إلى أوروبا. أنا بشرب حشيش،
بس بدايتها دايما كانت بتبتدي سجاره حتى عاديه مش لازم سجارات مخدر. ما هي مراحل بقى انت بتبتديها مراحل، انت بتضرب وعجبك اللعبه وبتاع. في ناس من اصحابي قالت لي في حاجه احسن من ده كله حقن يعني بتضرب وكده، ما تجرب؟ مش عايز انا يعني اجرب غيره، مش عايز اجرب غيره عشان بشوف ناس تانية كتير ضربين وشكلهم وحش. اسقط بقى كده ومش قادر اقوم ومش قادر ارفع، سامع كل حاجه حواليا بس مش قادر، مش قادر حتى ارفع عينيا كده. مفيش حاجه اسمها بدايل في الماده المخدره، مفيش حاجه اسمها ماده عاليه وماده واطيه زي ما تعبيرات كتير قوي شباب بيقولوها. انا بصراحه كنت بخاف، يعني بخاف من الحقن نفسها، وكنت اقول انا عمري ما هشرب سجاير، كل حاجه قلت عليها لا انا مش هعملها عملتها. قبل الضرب بتبقى سواد، انا مش شايف اساسا حاجه خالص، بتبقى الدنيا ضلمه، تحس ان انا بعد ما بحط اكني حطيت لمبه مش 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 حقنه ولا كده، حطيت لمبه راحت منوره كل حاجه قدامي. حياتي كلها عامه اتدمرت من المخدرات. بتطلب معايا اتكلم في التليفون مثلا، حسب المود. حصل عشق رهيب ليها لان هي بتعوضني نقص في شخصيتي. في ناس بتضرب البودره دي ما بتحبهاش، وفي ناس بتضربها بتحبها لدرجه ان هي تبيع اي حد عشانها. فانا من الناس اللي عملوا كده، اللي حبيتها واول ما ضربتها سرنج على طول. فهي دي احلى حاجه فيها، يعني هي اسرع ادمان السرنجه، واحلى ادمان السرنجه، لان انت بتبتدي بعد كده مع الوقت ما بتدمنش البودره، انت بتدمن السرنجه نفسها. تخيل ان انا مثلا بيبقى معايا ضربايه بقول دي ايه، دي بتاعت بكره، بتاعت بكره دي ما بنامش الا لما اول النهار ما يطلع عشان اقنع نفسي ان هي بتاعت بكره، وبكره جه بستنى اول ما النهار يطلع اقول خلاص بكره جه يلا اروح اضرب الضربايه، مع ان انا عايز انام، انا داخل انام ومش محتاج، بس عشان معايا ما اقدرش انام عليها. انا انسان مدمن، هعيش مدمن وهموت مدمن، بس الفرق انا مدمن باخد مخدر ولا مدمن باخدش مخدر. لو ركبت مثلا سيرفيس او اي مواصله، هتلاقي مثلا المواصله دي لو 14 نفر هتلاقي منهم 8 ضريبه، واربعه بيفكروا او اتنين بيفكروا واتنين ما لهمش علاقه بالموضوع خالص وما لهمش دعوه بالحياه، بس اكيد لازم تلاقي النسبه الاكثر ضريبه. خلاص ما بقاش في حياه، يعني ما بقاش في حياه انسان. كفايه الواحد يصحى من النوم الساعه 4 الفجر ينزل بعبله يروح يقضي، اول ما يصحى من النوم يفتح عينه مش يروح بقى يقف قدام مرايه وكده، يروح يقضي. والله العظيم وحياه ربنا الكلام ده كلام واقعي، انت ممكن ما تصدقوش عشان انت مش ملطوط او مش متعاص. انا صرفت مثلا بتاع مليون الا ربع في 4 سنين. المخدرات هي اللي بتوريه بلاوي، المخدرات اللي بتوريه حاجات كتير، بتوريه حاجات هو بيعملها وهو مش شايفها. طب انت قبل الضرب بتقعد تفكر في ايه؟ بقعد افكر ازاي هجيب فلوس الضرب. كل تفكيري من اخر ضربه ببقى ضاربها ان انا ازاي هجيب ال 100 جنيه تاني او سواء اي مبلغ عشان اجيب الضربايه بتاعت بكره. بيضطر لكي يحصل على المبالغ بعد ان ادمن وما عندوش امكانيه انه يرتكب جريمه، عشان يجيبها الجريمه يبقى لها ضحيه. طالما في دماغك ان انت خلاص لا يعني لازم تجيب مخدرات، هتنصب، تسرق، تجيب فلوس من اي حته. كفايه ان انا قاعد في البيت اهلي واخواتي مثلا بيشيلوا الموبايلات مني، اختي تخش الشقه تروح قافله باب الاوضه عليها، اخويا قافل على حاجته كلها في الدولاب. اختي كانت يعني بتتجهز وكده، فابتديت اخد حاجات من الجهاز بتاعها ان انا ابيعها واجيب بحقها مخدرات. اهلي بلغت الحكومه عليا ان انا بقيت طبعا هبيع اي حاجه قدامي كانت في البيت. واحد خد مراته وداها للديلر عشان يعمل معاها علاقه وكده وياخد ضرب. بكره دايما شايفه اسود قدامي. لحظات كده كنت بدعي بقول يا رب لو الصبح مش هتخليني ابطل يا ريت تاخدني، يا ريت ما يطلعش عليا نهار. شفنا مع بعض عالم الموت بقرار، ان الواحد ياخد قرار انه يدمر حياته ويدمر نفسه ويدمر اللي حواليه ويموت في دنيا المخدرات. سيادة اللواء مصطفى عامر، سؤال دايما له علاقة بالمد والجزر في عالم المخدرات او في انتصار المخدرات، بحكم خبرتك الطويلة في هذا المجال 30 سنة تقريبا،
هل انتشار المخدرات مرتبط بالحالة النفسية والاجتماعية للمجتمع نفسه؟ يعني بمعنى ان في حالة احباط عام واكتئاب عام وعدم تحقق وبطالة ومشاكل اقتصادية وغيره تزيد المخدرات؟ وحتى طرق المكافحة نفسها بتخطط لنفسها ازاي في مواجهة المخدرات قياسا بحالة المجتمع؟ هي طبعا حالة المجتمع دايما بتؤثر في عملية تعاطي المخدرات. ده شيء طبيعي. يعني حضرتك قلت البطالة، قلت الأزمات بتاع الناس، الوضع الاقتصادي، كل دي بتساعد فعلا في عملية تعاطي المخدرات. بيحصل نوع من الزيادة في تعاطي المخدرات. أجهزة المكافحة بقى دي لها اختصاص معين، انها تقلل من عرض، يعني اقل حاجة تقلل من عرض المواد المخدرة الموجودة، اللي هي مكافحة الطلب. ان انا يبقى عندي حاجة اسمها ان انا اكافح المخدرات الموجودة، ان انا اوصل لوضع وضع اقرب الى الامثل في عرض المخدرات الموجودة ما يكونش عندي بكثرة. ده دور اجهزة المكافحة. في دور اخر، واحنا دايما بنقول ان مشكلة المخدرات بنقننها في شيئين اتنين. مكافحة العرض وخفض الطلب، هي دي تلخيص مشكلة المخدرات عموما. يعني طب مكافحة العرض معروف، مكافحة العرض اجهزة المكافحة بكل اشارد العصابات والمهربين والتجار اللي هو بالعمليات المكافحة الفعلية الموجودة اللي حضرتك وكل المشاهدين بيلمسوها من خلال حتى وسائل الاعلام بتعرض عمليات ضبط المخدرات. طب خفض الطلب يا ست، خفض الطلب ده له اجهزته بقى، مش الداخلية بقى. لا مش الداخلية، انما الداخلية بتساهم فيه، بتساهم فيه. يعني عايز اقول حاجة، اللي انت بتعمله وبتستدعي مثلا الناس من المكافحة وبيتكلم، انا بعتبر ان ده يندرج تحت موضوع خفض الطلب، ان احنا نحس بالمخاطر، ان احنا بنتكلم انا وانت بنتكلم في مشكلة المخدرات وبنقول ان لا مخاطرها، وبنقول الناس بتفهم، احنا اللي بنقوله الناس اكيد هتفهمه وتقدره، تعرف ان في خطر حتى على الاقل من تعاطي المخدرات، فده ممكن يعمل نوع من الرضع. بس يعني نوع من الرضع، مش الرضع الشامل يعني، انما خوف. حتى واحد يكون بيشوف الكلام ده ويعرف يلاقي حد صاحبه مخاطر المخدرات إيه؟ يبعد. والعرض اللي حضرتك عملته ده والناس اللي اتكلمت عن المخدرات وقالت وبرضه المتعاطين اللي اتكلموا، كل ده بيوريك ان دي حاجة خطرة تمس كل الناس. فالمفروض ان احنا يكون عندنا وعي ان احنا نبعد عن هذا الخطر. الامور دي بتندرج تحت خفض الطلب. انما خفض الطلب له مؤسسات بقى في الدولة بتقوم به بصفة رسمية وبمناهج معدة بواسطة ناس خبرة. يعني احنا النهاردة نعاني من شيء النهاردة جديد علينا، تدني سن التعاطي. تدني سن التعاطي ده مشكلة كبيرة، نقطة مهمة جدا ما كناش بنشوفها زمان. يعني حضرتك بداية التعاطي بيتم في سن صغير، سن صغير دي مشكلة رهيبة. بيبدأ من قد ايه يا ست اللي هو ده؟ ممكن اقول لك ممكن 11 و12 سنة. ياه. وده ما كانش موجود في زمن معين يعني. يعني ما كنا في حقبة الستينات او السبعينات الثمانينات حتى. دايما المخدرات بتبقى في الاوساط العمرية. تبدأ من الشباب للكبار. انما ما شفناش طلبة مدارس صغيرة او سن متدني حتى بيتعاطى مواد مخدرة. النهاردة بدأت الظاهرة دي تبقى ملموسة عندنا النهاردة. يبقى دي ليه اهليها اجهزة في الدولة وفي الخبرة ومتخصصين يكفوها. إيه؟ لابد ان انا ادخل بمراحل التوعية دي للسن الصغير. ما تبقاش مراحل التوعية مثلا في سن الشباب فوق ال 18 او ال 20. لا. اشوف عندي الظاهرة بتبدأ من بداية منين. واشوف بقى دور كل الاجهزة المختصة في عمليات خفض الطلب. احنا الى اي مدى واصلين في منطقة، لان دي منطقة دي مهمة جدا زي ما حضرتك بتقول وبنلمسه، ان ادارة مكافحة المخدرات بتقوم بحملات وبتضبط تجار ومهربين وكميات كبيرة جدا. الجزئية التانية دي مهمة جدا اللي حضرتك بتشير ليها، احنا وصل لها لفين في مصر؟ ان لم يتوازى الخطين في اتجاه واحد يبقى مفيش جدوى من مفيش جدوى. حل المشكلة مهما كافحت العرض، مهما كافحت العرض لازم تخفض مهما الطلب، مهما كافحت العرض لابد ان انا اخفض طلب على المخدرات. الى ان نوصل ناخد، لو وصلت الى تهميش هذه السلعة او اهمالها يبقى ده قمة النجاح. قمة النجاح، قمة النجاح يعني خفض الطلب. طبعا يعني حطيت لازم خفض الطلب له كم شقة عندي. اول حاجة واهمها التوعية،
طوعية. والتوعية دي لازم أبدأها من سن مبكر زي ما قلنا أن انخفاض أو تدني سن التعاطي بيلزم على هذه الجهات أنها تبدأ البرامج دي في وقت مبكر بالنسبة للنشأة. بالنسبة للمدرسة ممكن أقول المدرسة. ممكن أقول الجامعة. يعني في أسر ثقافية وفي اتحاد طلاب وفي لجان ثقافية وبتعمل ندوات على المخدرات. الأجهزة المكافحة بقى لها دور، أنا زي ما بقول لحضرتك في موضوع خفض الطلب، إن إحنا بنلبي كل دعوات الجهات اللي بتدعونا للمشاركة في ندوات خطورة المخدرات. من خلال علمكم وخبرتكم بتقولوا المخاطر. بنقول وبنعرض حالات أحيانا وحالات ناس متعافين من التعاطي بتبقى حاجات ظاهرة قدام الناس على الطبيعة، فده ممكن برضو بيعمل نوع من الردع. رأي حضرتك ان المكافحة دلوقتي مكافحة العرض اصعب من زمان في حال في ظل الحالة الامنية ديت والحدود اللي هي حدود ليبيا او غيره، المواجهة اصعب بكتير مع تجار المخدرات دلوقتي؟ المواجهة في عمليات المكافحة طبعا بتصعب لا شك، بتصعب، ده شيء طبيعي مع الوقت. مع الوقت ليه؟ لان دي اولا دي تجارة محرمة وبتحقق ربح كتير كبير. فاللي عايز يحمي تجارته ده او ان هو ينفذ بيها لابد ان هو لازم يضحي يعني، او يبقى نوع من الشراسة يعني. هيستخدم اسلوب يعني معظم القضايا اللي بتتظبط واللي بتتعرض حتى في عمليات الضبط دايما معاها اسلحة لحماية التجارة. طبعا لحماية التجارة، ولانه عارف ان العقوبة مغلظة دلوقتي. العقوبة مغلظة، فيعني ده برضو بتدي نوع من الشراسة يعني ما بيستسلمش بسهولة يعني. حضرتك متوقع بعد اللي شفناه ده والحلقة معروضة من فترة طويلة وتحليل حضرتك للوضع، وضع المخدرات في مصر والحدود المفتوحة وحالة التراجع الأمني وغيره، واحنا شايفين كلنا وزارة الداخلية بترجع تدريجيا وموجودة في الشارع، حضرتك شايف مستقبل الظاهرة دي السنوات المقبلة؟ طبعا الاستقرار الأمني ده شيء مهم جدا ومطلوب يعني. من خلال الاستقرار الامني نفسه لما يحدث كل الاجهزه بتشتغل في جو نقي كويس، ده تعبير كويس. احنا في جو نقي، لا هو جو صعب، مش عايز اقول يعني مش نقي يعني ما ينفعش فيه الشغل، لا بس الجو صعب. انما مع عمليه الاستقرار الامني والعوده الامن الصح اعتقد ان الجهود هتبقى أميز من كده كمان يعني إن شاء الله. إدارة مكافحة المخدرات محتاجة ضباط أكتر وأفراد أكتر من خلال خبرتك؟ والله يعني ما يمنعش طبعا من يعني عدد السكان طبعا بيزيد، عدد متعاطين بيزيد، التجار بتزيد، كميات بتزيد، فيمنعش برضو إن أنا لازم أطور. وهو بيحصل زيادات يعني برضو، بس يعني مش الزيادات اللي هي بالقدر المطلوب يعني. انما دي سياسة وزارة طبعا وبتوافق كل الاجهزة وغيره يعني، لازم ان انا اوازن كل جهاز في الداخلية بالنسبة للضباط وافراده يبقى في نوع من التوازن يعني عشان ما اعملش خلل يعني اضيف على مكان اسيب مكان، لازم يبقى العملية ايه متوازنة يعني. انما طبعا الموجود بيؤدي بكفاءة عالية جدا لان ادارة المخدرات طبعا من الادارات العريقة جدا وكجهاز متخصص في مكافحة المخدرات في خبرات، فالحمد لله الأداء متميز إلى الآن حتى في وقت الصعوبة الأمنية. أنا شايف إن الجهود كويسة جدا وزيادة ملحوظة يعني. بخبرتك في مكافحة المخدرات إيه أكتر نوع مخدرات خطر شديد، بيمثل خطر شديد جدا على حياة الإنسان في مصر ومواطن في مصر؟ شوف أنا يعني عندي مقولة دايما أقولها، كل المخدرات خطر. ما فيش حاجة اسمها مخدر بسيط زي ما الناس تعتقد ومخدر مش عارف إيه، وكله بيسحب إلى الخطورة. يعني لو بدأ بمخدر مثلا أقل خطورة على الصحة أو خطورته ما تظهرش إلا بعد وقت طويل مثلا، أكيد إن هو برضه هيحب يجرب الأخطر يعني. فأنا بعتبرها هي من أولها كلها خطورة. فيش حاجه اسمها واحد ده في مخدرات فتاكه ونتائجها بتظهر بسرعه في عمليات الادمان زي الهيروين والكوكايين والمواد المؤثره على الحاله النفسيه، دي بتظهر بسرعه فعلا يعني. طب ما هو ما قبل ما يقدم على هذا هياخد، اعتقد برضو انه خد مثلا بانجو، خد حشيش، تدرج يعني. فما اقدرش اقول ان ده سهل يعني، زي مثلا دايما السيد سؤال يقول لك الحشيش ما فيهوش ادمان، في ناس كتير تقول لك الحشيش ما فيهوش ادمان، لا انا بقول الحشيش فيه ادمان. فيه ادمان؟ فيه ادمان.
وخاطر ويؤثر تأثير مباشر على الشخص في كل سلوكياته. يبقى المخدرات مخدرات مخدرات مخدرات، ما اقدرش ان انا اميز المخدرات عن بعض اقول اه ده دي بسيطه ودي مش خطيره. لا، كل المخدرات خطيره. المواد المؤثره للحاله النفسيه رغم انها مدرجه معظمها بجداول وزاره الصحه في منتهى الخطوره. ودليل خطورتها انها لا تصرف الا بروجيتا طبيه. اه طبعا. ايه السبب؟ طيب اديني انت مبرر انها ما تصرفش الا بروجيتا. انها خطيره جدا. انها خطيره. وتسبب والشخص اللي بياخدها بياخدها للحاجه القصوى. وفي معدلات وفي معدلات وتحت اشراف طبيب. طبعا. فما اجيش بقى انا اخرجها من السوق المشروع بتاعها في الصيدليات الى سوق الاتجار غير المشروع. زي العقار اللي سايد دلوقتي في مصر وبعتبر ان هو من اخطر مخدرات النهارده اللي هو الترامادول. ترامادول منتشر جدا. الترامادول ده عباره عن مسكن قوي جدا. وبيصنع هنا في مصر. كان وزاره الصحه بتنتجه دلوقتي معظمهم بيجي لنا من الخارج مهرب ومهرب على نطاق واسع وبكميات رهيبه، والكميات بتديني مؤشر ان عليه استهلاك عالي غير عادي. ربنا يحمي الجميع من مخدرات هذه الكارثه المحققه في حياه اي انسان اللي بتقضي عليه وهو عايش وهو مش عايش. سيادة اللواء مصطفى عامر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي سابقا والمدير الأسبق للإدارة العامة للمخدرات، أشكرك جدا. كل سنة وأنت طيب. أنا بشكرك على هذه الدعوة الكريمة، وتمنياتي لشباب مصر وشعب مصر إن ربنا يحميه من خطر المخدرات. يا رب إن شاء الله. مخدرات قنبلة موقوتة، وأي مدمن بنقول عليه قنبلة داخل أسرته. ما هو للأسف ما بيقضيش على نفسه بس، ده بيقضي على أسرة كمان. أسرة كاملة وتبعياتها كمان. يا رب. أشكرك جدا يا فندم. شكرا. نورتنا. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض في لازم نفهم. متابعتنا لعدد من القضايا اللي ناقشناها في برنامج لازم نفهم على مدى حلقات كثيرة انتهت، ونتمنى انه السادة المسؤولين والاجهزة الحكومية المختلفة والرقابية المختلفة تقوم بدورها في حل مشاكل المواطنين. بنعد حضراتكم ان شاء الله ان احنا نتابع معاكم كل التحقيقات اللي بنجريها وبنزعها، ان احنا كل فترة كل شهر او اتنين او تلاتة هنرجع ونشوف الناس مشاكلها اتحلت ولا لا، في تحرك ايجابي نحو حل هذه المشاكل ولا لا. هنتابع مع حضراتكم على طول، وحضراتكم ايضا بفكركم انكم اللي بتختاروا القضايا اللي بنقتحمها، ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك وتويتر هنتابع طول الوقت مع بعض. وبقول لكم في نهايه هذه الحلقه المختلفه كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد ان شاء الله، ودايما بنحاول مع بعض ان احنا نفهم. تصبحوا على خير.